استكمالا لجهود الشركة المتحدة في دعم أهالينا في قطاع غزة، اسمحوا لي نرحب بالأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. مساء الخير عليكم، أشكر حضوركم اليوم للمساعدة في تخفيف الحصار على شقيقنا الفلسطينيين الذين يواجهون ظروف قاسية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ليس بالغريب على الشعب المصري الذي يتضامن مع جميع أشقائه في جميع الظروف ويدعم حقوقهم المشروعة ومنذ اندلاع الحروب. حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصفتها واحدة من أبرز الكيانات الإعلامية في الوطن العربي على نقل جميع الأحداث وإذاعة التغطيات الإخبارية المستمرة على مدار الساعة لنقل الحقائق والوقوف على الأحداث، وطالبت من خلال جميع منصاتها الإعلامية والمرئية المسموعة والمقروءة على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، كما عملت على نشر الوعي بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل. ونجدد التزامنا دائما بدعم القضية الوطنية ومساندة أشقائنا العرب في كافة الظروف، وأن نكون صوتا لهم في نيل حقوقهم المشروعة، ولأن عدالة القضية الفلسطينية جزء أصيل من قناعات الشعب المصري، فقد قامت مصر بجهود جبارة لنصرة أشقائها في فلسطين ودعمهم في الحصول على حقوقهم المشروعة وعلى أرضهم، ورفض سياسات الاحتلال في التوسع في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم. ولن تتوانى مصر شعبا وحكومة في الدفاع عن تلك الحقوق في جميع المحافل الدولية والمناسبات السياسية. نحن هنا اليوم لدعم وتخفيف الأثار السلبية للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 36 يوم، والذي تسبب في معاناة قاسية في حصول أهالي القطاع على احتياجاتهم الأساسية في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة لكل قوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهو ما أدى إلى نفاذ مخزونات القطاع من السلع الغذائية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والوقود لتشغيل المرافق. حقيقة أنا عايز أقول هنا أنه الحجم اللي قامت به المتحدة من دعم لأشقائها هو الكلمة التي كانت كلمة حق من بداية ما ابتدى هذا العدوان السافر. النهاردة أنا لسه واصل لعلمي أن أحد زملائنا مصور في قناة القاهرة الإخبارية قد لاقى حتفه هناك، رحم الله الشهيد وربنا يشفي مصاب آخر لقناة القاهرة هناك. إحنا النهاردة جايين بقافلة من المعونات حوالي 150 طن لدعم أشقائنا في فلسطين. لا شك أن تخفيف أثار الحصار المفروض على القطاع وفتح ممر إنساني وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي القطاع هو أولوية قصوى بالنسبة لمصر، ولقد بذلت القيادة السياسية جهود ضخمة على مدار الأيام الماضية لضمان استدامة تدفق المساعدات على القطاع وتذليل كل العقبات التي تحول دون ذلك، لأننا ندرك تماما أهمية توفير الموارد الغذائية والطبية والإنسانية في هذا الوقت العصيب. دعونا ندعو لأهلنا في فلسطين الحبيبة بالأمن والسلام. ربنا يرحم الشهداء. شكرا الأستاذ عمرو الفقي.